الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر الباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا شرح الآية الرومية، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 23 من شعبان لعام 43 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من الشهر الثالث لعام 22 و2000. وقد بلغنا الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنها. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه. قال: وكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. نعم، الأصل أن الرفع يكون بالضم، وأن النصب يكون الفتحة، وأن الخفض يكون الكسر، وأن الجزم يكون بالسكون، لكن كل واحد منها ينوب عنها نواب كما تقدم، والآن يعيدها بالإجمال. نعم، خرج عن ذلك ثلاثة أشياء، وهي: قال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. ينصب بالكسرة، جمع المؤنث السالم تقدم معه: إن المسلمين والمسلمات، لم يقل المسلمات، مع أنه منصوب، لكن منصوب على النصب الكسر يرتع الفتح، لأنه جمع مؤنث السالم. ما هو جمع مؤنث السالم؟ ما جمع بزيادة ألف وتاء، حتى لو كان مذكر، مثل اسطبلات. اسطبلات هذا إيش؟ جمع مؤنث السالم، معنى جمع اسطبل، لكنه جمع بألف وتاء مزيدتين. في حال النصب ينصب، قول معي، كسر عبارة عن فتحة، لأنه جمع النساء. نعم. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. الاسم الذي لا ينصرف إيش 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 يحصل معه؟ يخفض بالفتحة. يخفض بالفتحة. تقول عن عائشة تاء، ما تقول عن عائشة تي، أن عائشة اسم مؤنث، على مؤنث، فممنوع الصرف. إلى إبراهيم، إبراهيم إلى حرجر، إبراهيم مجرور إلى حرجر الفتحة، نيابة عن كسر، أنه ممنوع الصرف لأنه علم أعجمي. فما كان ممنوع من الصرف سواء كان مفردا أو جمعا، فإنه حينئذ في حال الخفض يخفض على الخفض الفتحة نيابة عن الكسر. نعم. قال رحمه الله: والفعل المضارع المعتل الآخر. المعتل الآخر يعني إيش؟ المعتل الآخر يعني آخر حرف علة، وهي ألف واو ياء، عند الجزم مجزوع الجزمي حذف حرف علة. نعم. يحذف يجزم بحذف آخره، مثل يدعو في واو، لم يدعو، حذفت الواو، ضم علامة على الحرف المحذوف، هذا معتل بالواو. معتل بالياء يمشي، لا قاضي اسم كانت كلمة عن الفعل، يمشي، لم يمشي، أين الياء؟ حذفت. واضح؟ لم يرمي، حذفت الياء. معتل بالألف يسعى، لم يسعى، تحذف الألف وتضع فتحة على الحرف القبلة، لأن المحذوف حرف إيش؟ الألف. نعم. وأقول، قال الشارح رحمه الله: وأقول: الأصل في الأشياء الأربعة التي تعرب بالحركات أن ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون. هذه العلامات الأصلية: ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون. نعم. أما الرفع بالضمة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها، فرفع جميعها بالضمة. كلها. نعم. ومثالها: يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات. يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات، يلا اعرف. يسافر، يسافر هذا اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ يسافروا، مضارع، صح، ما شاء الله. يسافروا مرفوعة رفعي، ما شاء الله عليك. طيب، محمد يسافر، محمد يسافر فعل، محمد فاعل، مرفوع بالفعل عن رفعي، محمد ضم ضرع آخر، ما شاء الله عليك. طيب، والأصدقاء، والأصدقاء، والواو حرف عطف، حرف عطف، والأصدقاء
معطوف على مرفوع فهو على محمد. اي مرفوع معطوف على مرفوع فهو مرفوع على مترفعه ضم الظاهر آخر. والمؤمنات والمؤمنات والواو حرف عطف والمؤمنات اسم معطوف على مرفوع فهو مرفوع على مترفعه ضم الظاهر آخر. سهل ما شاء الله. فيسافر قال فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. قال ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو اسم المفرد. والأصدقاء مرفوع لأنه معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع تكسير. والمؤمنات مرفوع لأنه أيضا معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم. صح. قال وأما النصب بالفتحة فإنها كلها جاءت على ما هو الأصل فيها ما عدا جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. ممنوع الصرف بالعكس يخفض على خفض الفتحة نيابة عن الكسرة. جمع المؤنث السالم لا ينصب بالكسر على نصب الكسرة نيابة عن الفتحة. واضح؟ طيب مثاله قال ومثالها لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات. لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات. يلا دكتور أبا عبد الرحمن. لن حرف نصب. حرف نصب. لن أحسنت ونفي ما شاء الله. نصب ونفي صح. لن حرف نصب ونفي. أخالف فعل مضارع ولا ماضي ولا أمر؟ ها مضارع. مضارع منصوب وعلامة نصبه منصوب بماذا؟ بلن وعلامة نصبه فتح الظهر آخر. طيب محمد أين الفاعل؟ ما قلت أنت أخالف فعل أين الفاعل؟ ضمير وجوبا مستتر تقديره أنا لن أخالف أنا. طيب محمدا مفعول به. محمدا مفعول به منصوب بال بالفعل على نصبه الفتحة الظاهرة آخر صح. و الواو حرف عطف. أصدقاء على منصوب منصوب على نصبه صح. والمؤمنات الواو حرف عطف. إيه؟ لا مو تقول جمع مؤنث سالم. قول إيش اسم معطوف على على منصوب منصوب علامة نصبه كسرة نيابة عن لأنه الآن تقول لأنه جمع النسال. تمام كمل. قال فأخالف فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ومحمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا وهو اسم مفرد كما علمت. والأصدقاء منصوب لأنه معطوف على المنصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا وهو جمع تكسير كما علمت. والمؤمنات منصوب لأنه معطوف على المنصوب أيضا وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. قال وأما الخفض بالكسرة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها ما عدا الفعل المضارع فإنه لا يخفض أصلا وما عدا الاسم. من خصائص الأسماء أنها تخفض. فعل أصلا ما يخفض. ومن خصائص الأفعال أنها تجزم. الأسماء ما تجزم. نعم. قال ما عدا الفعل المضارع فإنه لا يخفض أصلا وما عدا الاسم الذي لا ينصرف فإنه يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. ممنوع الصرف يقول إيش مخفوض أو مجرور علامة جره فتحة نيابة عن كسر لأنه من الصرف. مثاله قال ومثالها مررت بمحمد والرجال والمؤمنات وأحمد. وأحمد أبا نواف. مررت فعل ماضي. لا مررت مر هذا فعل ماضي مبني على الفتح. مررت مبني على سكون لاتصال بتاء الفاعل وأصلا مرة صح كان مبني على الفتح لكن لما صار فيه داء الفاعل صار مبني على السكون. طيب والتاء تاء الفاعل ضمير متصل مبني على مررت مبني على
ضم في محل رفع فاعل. طيب بعد نكمل بمحمد حرف جر، الباء حرف جر لا محل من الاعراب. محمد اسم مجرور بايش؟ بالباء على جره كسرة نيابة عن ما في نيابة على مصلية. طيب كمل. والرجالي الواو حرف عطف، والرجالي اسم معطوف على مجرور مجرور على جره كسرة على آخره. والمؤمنات حرف عطف، والمؤمنات اسم معطوف على مجرور مجرور على جره كسرة. وأحمد الواو حرف عطف، وأحمد على منصوب وعلامة نصبه لا معطوف على مجرور علامة جره الفتحة نيابة عن الفتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف. نعم كمل. قال فمررت فعل وفاعل، والباء حرف خفض، ومحمد مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو اسم مفرد منصرف كما عرفت. قال والرجال مخفوض لأنه معطوف على المخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو جمع تكسير منصرف كما عرفت أيضا. قال والمؤمنات مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو جمع مؤنث سالم كما عرفت أيضا. قال وأحمد مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل. العلمية علم الشخص اسمه أحمد، وزن الفعل ها مثل أحمد أفعل، فلان أحمد من فلان، هنا أحمد من فلان هذا إيش فعل ها؟ فأحمد اسم شخص على وزن فعل أحمد من فلان فيصير ممنوع الصرف. نعم. قال وأما الجزم بالسكون فأنت تعلم أن الجزم مختص بالفعل المضارع. صح الجزم فقط الفعل المضارع لا يجزم لا فعل الماضي ولا فعل أمر لأنه مبنيان أصلا، ولا تجزم الأسماء، الجزم فقط للفعل المضارع هو الذي يجزم. نعم. قال فإن كان صحيح الآخر فإن جزمه بالسكون كما هو الأصل في الجزم، ومثاله لم يسافر خالد. أعرف أبا عبد الله نواف لم يسافر خالد، لم جزم ونفي وقلب قال شو معنى قلب؟ قلب قلب يعني يقلب تحبه في قلبك يعني يقلب الفعل المضارع من معناه المضارع إلى معنى ماضي. صح لم يسافر يعني يعني ما سافر، واضح هذا معنى. طيب لم حرف جزم ونفي وقلب، يسافر فعل مضارع ايش به؟ مجزوم بلم على جزمه سكون. تمام. خالد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضم الضارع على آخره. صح كمل. فلم حرف نفي وجزم وقلب، ويسافر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وخالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإن كان الفعل المضارع معتل الآخر كان ما معنى معتل الآخر أبا عبد العزيز؟ ما معنى معتل الآخر؟ يعني آخر حرف علة، وما هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء. أحسنت تمام تخليك معنا. طيب كمل. وإن كان الفعل المضارع معتل الآخر كان جزمه بحذف حرف العلة، ومثاله لم يسعى بكر ولم يدعو ولم يقضي. فكل من يلا أحمد لم يسعى بكر ولم يدعو ولم يقضي. لم حرف جزم وقلب ونفي. ما شاء الله عليك. يسعى فعل ماضي ولا مضارع ولا امر؟ مضارع. كيف عرفت انه مضارع؟ يسعى لان ما في فعل يجزم الا المضارع فقط، كما قلنا قبل قليل. صح. ومجزوم فعل مضارع مجزوم بلم علامه جزمه ما الحرف المحذوف؟
المقصد. الألف كيف عرفت؟ والفاتحة دليل عليه، دليل على الحرف المعذوب إيش؟ ألف، لأن الفاتحة من جنس الألف صح؟ بكر فاعل مرفوع، فاعل مرفوع بال فعل. بالفعل أنت رفعه ضم الضرع على آخرها. ولم يدعو لم حرف جزم ونفي، واو حرف عطف، ولم يدعو ولم حرف نفي وجزم وقلب، يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة تزميه فتحة في العلة اللي هو الواو والضمة دليل عليه. طيب أبا عبد الله ولم يقضي لم حرف جزم وقلب ونفي، حرف جزم وقلب ونفي. طيب فعل يقضي فعل مضارع مجزوم بلم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لأنه لا حذف حرف، شنو المحذوف هذا؟ الياء. الياء فما تقول؟ علامة والكسرة والكسرة علامة علامة عليه. طيب كمل. فكل من قال فكل من يسعى ويدعو ويقضي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف من يسعى والفتحة قبلها دليل عليها. شوف الفتحة دليل على المحذوف ألف، ها فتحة من جنس الألف. نعم. قال وحذف الواو من يدعو والضمة قبلها دليل عليها وحذف الياء من يقضي والكسرة قبلها دليل عليها. بارك الله. انتهى درس الليلة، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.